السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، أبناؤنا الطلاب والطالبات في مرحلة الثالث ثانوي، نحييكم بأجمل العبارات وندعو لكم في هذه الأيام بالتوفيق والنجاح خلال هذه الفترة، فترة الاختبارات والتي باتت تطرق الأبواب، ومن خلال برنامجنا هذا 100 على 100 نأمل ونتطلع أن تحصلوا على درجة 100 على 100 في اختباراتكم. متابعينا الكرام، طلابنا الأعزاء، هذه أولى حلقات مادة الرياضيات، ونأمل أن تكون هذه الحلقة إن شاء الله حلقة مفيدة بقدر تطلعاتكم. في البداية أود أن أخبركم أنه قد يغيب عن أغلب الطلاب الأسلوب الصحيح والسليم للمذاكرة. أولا ابدأ بذكر الله وقل بسم الله الرحمن الرحيم، واختر المكان والوقت المناسب للمذاكرة لتكون مستعد ذهنيا وبدنيا، ولا ترهق نفسك بالسهر، وحاول أن تحضر جميع الأدوات التي تحتاجها في المذاكرة. مشاهدينا الأعزاء، نذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاغ البرنامج 100 على 100. فاصل قصير وسنبدأ بإذن الله معكم أولى الأسئلة. أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، أهلا بكم من جديد. دعونا نذكركم بأننا نراجع وإياكم منهج الرياضيات، وسنركز في هذا الجزء على وحدة تحليل الدوال. نذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاغ البرنامج 100 على 100. والآن نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول. يقول السؤال الأول: حدد ما إذا كانت في كل علاقة مما يأتي y تمثل دالة في x. إذا أردت أن تعلم أي تمثيل بياني أو أي دالة معينة أو أي تمثيل أو أي علاقة نمثلها بالتمثيل البياني، إذا أردت إذا كانت تمثل دالة أو لا، سوي لها اختبار عن طريق خط رأسي أضعه داخل التمثيل البياني وأختبر الدالة إذا كانت تمثل، أختبر التمثيل البياني إذا كانت تمثل دالة أم لا. لو وضعنا خط رأسي داخل التمثيل البياني، أضعه داخل التمثيل العلاقة، يعني أما يكون هنا أو هنا أو هنا أو هنا أو أي مكان أنت ترغب فيه عزيز الطالب، لكن لا تخرج من التمثيل البياني لكي تحدد إذا كان التمثيل البياني يمثل دالة أم لا. إذا انظر للدالة هذه، لو وضعناها رقم A، إذا كانت تقطعها في نقطة واحدة تمثل دالة، إذا كانت في أكثر من نقطة لا تمثل دالة. بسم الله على بركة الله، وضعنا خط رأسي عند X يساوي 4، ولو لاحظ هنا X يساوي 4، إذن التمثيل البياني قطعنا التمثيل البياني في كم نقطة؟ هذه نقطة وهذه النقطة الثانية، إذن قطعناها في كم نقطة؟ في نقطتين، نعم صحيح. إذن هذه لا تمثل دالة، لأن الخط الرأسي عند X يساوي 4 هنا يقطع التمثيل البياني في أكثر من نقطة، النقطة الأولى هنا والنقطة الثانية بالشكل هذا هنا، إذن قطعنا الدالة في نقطتين، إذن هذه لا تمثل دالة. الفقرة الثانية: وضعنا خط رأسي داخل التمثيل البياني، نلاحظ أن قطعنا الدالة في نقطة واحدة اللي هي هنا، إذن تمثل دالة، تمثل دالة لأن الخط الرأسي إذا وضعناه لا يقطع الدالة في أكثر من نقطة، قطعناها في نقطة واحدة إذن تمثل دالة، في أكثر من نقطة إذن لا تمثل دالة. نأخذ فكرة جديدة، مثال جديد، لو أتاني بفكرة يقول اكتب مجموعة الأعداد الآتية باستعمال الصفة المميزة للمجموعة. الصفة المميزة للمجموعة يجب أن أعلم أنها تحتاج أن أعلم قيم X من إلى، أحتاج أن أعلم أن قيم X هذه تنتمي إلى، يعني لو قلنا الآن عندي 8 9 10 11 12 13 14 15، أعطاني 3 نقاط في نهاية المجموعة، معناها أن الأعداد هذه غير منتهية، يعني معناها من 8 إلى ما لا نهاية بالموجب. إذن وضح معي قيم X بتكون من 8 9 10 11 إلى ما لا نهاية بالموجب.
إذن بتكون أو ستكون الصفة المميزة بهذا الشكل x، بحيث x أكبر أو يساوي 8، بحيث الـ x تنتمي إلى الـ w، الأعداد الطبيعية. فكرة جديدة، مثال آخر، قل أوجد أو إذا كانت الدالة f x تساوي x تربيع زائد 8x ناقصا 24. أوجد f 6. لإيجاد f 6 يجب أن أعوض مكان الـ x بستة وأرى الناتج كم يساوي. يعني لو جينا وعوضنا في البداية، نعوض مكان كل 6 مكان الـ x لتصبح الدالة f 6، بدال الـ x نحط 6، 6 تربيع 8 في 6 لتصبح هنا f 6 تساوي 6 تربيع زائدا 8 في 6 ناقص 24. أحسبها بالآلة الحاسبة. بسم الله، دائما أحرص في وقت الاختبار أن يكون معي آلة حاسبة، وفضل أفضل تكون آلة حاسبة خاصة فيني في الاختبار، لا أنشغل عن الزملاء، لا أشغل المراقبين في الاختبار، لا أشغل حتى نفسي بالتفكير في الحلول. الآلة الحاسبة الآن عندي 6 تربيع، 6 تربيع زائدا، بسم الله، زائدا زائد 8 في 6، هذه 8 في 6 أضعها داخل قوس أفضل 8، سكر القوس، ناقص 24 يساوي، إذن العدد كم يساوي؟ إذن نعم يساوي 60. أرجع مرة ثانية للمسألة، إذن العدد اللي بيكون معي 36 زائد 48 ناقص 24، الناتج النهائي نعم سيكون 60. لنأخذ فكرة أخرى ومثال آخر، يقول أوجد مجال الدالة F ومداها باستعمال التمثيل البياني المجاور. يعطيني تمثيلين بيانيين، يقول أوجد المجال، أوجد المدى من خلال التمثيل البياني. يجب أن أعلم أن المجال يمثله قيم X والمدى أو نقدر يمثله قيم Y. إذا من التمثيل الأول نأخذ الفقرة الأولى أو التمثيل البياني الأول نحدد فيها المجال. المجال قيم X، محور X، هذا محور X كما موضح في الرسم، هذا يعتبر عندي هذا محور X وهذا محور Y. إذن قيم X التي تحدد المجال ستكون من سالب 2 تقريبا هنا إلى موجب 6 هنا على محور X. إذن المجال من سالب 2 إلى نهاية الدالة موجب 6، لكن يجب أن أعلم أن الدالة مغلقة من الجهة سالب 2 ومفتوحة من جهة الستة. إذن سيكون المجال محدد من سالب 2 إلى 6، من سالب 2 قوس مغلق لأن الدالة مغلقة، من جهة الستة قوس مفتوح لأن الدالة مفتوحة. قيم المدى والتي تحددها محور Y، نجي للرسمة الآن موجودة قدامي، أنظر لها على محور الواي، تبدأ من الصفر إلى نهايتها عند الأربعة. إذن مدى الدالة سيكون من صفر إلى نهاية الدالة عند الأربعة، سيكون مدى من صفر إلى أربعة، طبعا بيكون مغلق من جهة الصفر ومغلق من جهة الأربعة لأنها ضمن الدالة. التمثيل البياني الآخر، حدد المجال وحدد المدى. في اختلاف الرسمة اللي فيما سبق أو رسمة رقم A كان تمثيل واحد، الآن عندي تمثيلين دالتين، لكي أجد المجال إذن أجد مجال الأولى وأوجد مجال الثانية، أيضا المدى أوجد مدى الأولى وأوجد المدى بالنسبة للثانية. قلنا المجال يحدده قيم X والمدى يحدده قيم Y، يا سلام ممتاز. إذن عندي المجال التي يحددها قيم X في التمثيل الأول من أول واحدة اللي هي من هنا النقطة هذه التي تعبر عنها سالب 4 إلى نهاية المجال بالنسبة لقيم X هنا يحددها، إذن هنا عندي قيمة 2 تقريبا، مفتوحة من جهة سالب 4 ومفتوحة من جهة 2.
أيضا المجال الآخر للدالة الأخرى أو التمثيل الآخر البياني. إذا من هنا من سالب 2 إلى ما لا نهاية بالموجب، إذا يعتبر المجال من سالب 4 مفتوح قوس إلى 2 قوس مفتوح. إذا سيكون المجال من سالب 4 إلى 2 قوس مفتوح قوس مفتوح، لأنها الدالة مفتوحة من جهة السالب 4 ومن جهة الموجب 2. اتحاد، اتحاد إيش؟ اتحاد الدالة الثانية من موجب 2 قوس مفتوح لأن الدالة مفتوحة إلى المالانهاية قوس مفتوح. في أحد الطلاب في أحد المرات يسأل يقول المالانهاية تأتي دائما مفتوحة ولا مغلقة ولا في بعض الأحيان؟ لا، المالانهاية دائما تأتي مفتوحة لأن العدد غير محدد، غير ما لا نهاية، اسمها ليس هنالك نهايات، عدد معين لكي نغلق الدالة عنده. أوجدنا المجال، إذا الآن نوجد إيش؟ نوجد المدى. يا سلام، المدى يحدده قيم واي. لو أتينا للتمثيل البياني الأول، بسم الله، أجي أحدد قيمة الواي. لو لاحظنا أن الدالة تجي خط أفقي، والخط الأفقي ملتزم بنقطة بالنسبة لواي، يقطعها هنا في النقطة هذه. إذا يكون المدى في الدالة الأولى رقم 6 تقريبا، والمدى في الدالة الثانية قيم واي من سالب تقريبا من سالب 2 هنا مفتوح إلى ما لا نهاية بالسالب. قيم واي لو حددناها من سالب 2 إلى ما لا نهاية بالسالب، هذه الدالة بتكون مداها من سالب 2 إلى ما لا نهاية بالسالب، وسيكون في الدالة أو التمثيل الأول قيمتها 6 مغلقة، لأن خط أفقي متوقف عند العدد نفسه 6. إذن هنا مغلقة، هنا مفتوحة، هنا مفتوحة من جهة السالب ما لا نهاية. إذن سالب ما لا نهاية إلى سالب 2 هذا اتحاد القيمة رقم 6 مغلقة. أوجدنا المجال، أوجدنا المدى. نأخذ فكرة أخرى، مثال آخر تمثيل بياني، يقول استعمل التمثيل البياني لكل من الدالتين أدنى لإيجاد قيمة تقريبية للمقطع واي ثم أوجده جبريا. يعني المطلوب مني عزيز الطالب أوجد إيش؟ نعم صحيح، أوجد المقطع المحور واي ثم أوجده تقريبا من التمثيل البياني وأوجده حل جبري عند الإف تساوي صفر. من التمثيل البياني لو رأينا محور واي، أين محور واي؟ هنا محور واي، هنا محور واي. أبغى أشوف كيف قطعت الدالة أو وين قطعت الدالة على محور واي. تقريبا من التمثيل البياني نرى أن احنا قطعنا الدالة عند النقطة هذه، هذه الدالة قطعناها. إذن تقريبا لو افترضنا أن القيمة هذه بيكون واحد، هنا بيكون 1.5 تقريبا. إذن من التمثيل البياني أنا لاحظ اللي قدرت من التمثيل البياني يتضح من الشكل أن F X يقطع المحور Y عند النقطة 0.5 تقريبا. ننتقل الآن إلى الحل الجبري. الحل الجبري يعزز اللي هو التمثيل أو تقدير من التمثيل البياني. الحل الجبري أوجد F صفر، أوجد F صفر، يعني لما أجي هنا لازم أحط قيمة X بصفر، لازم أحط قيمة الإكس بصفر عشان أقدر أوجد قيمة واي. لو وضعنا إكس بصفر إذن هنا لازم أقدر أوجد قيمة واي اللي هي راح تكون مقطع الدالة مع محور واي. في الدالة عندي يقول إف إكس تساوي سالب 2 إكس تربيع زائد 4 على 3. هذه الدالة أعوض مكانها وأحط بدال كل قيمة إكس بصفر، أجي هنا أحط صفر، أجي هنا أحط صفر، تصير إف صفر بالطريقة هذه موضحة موجودة الآن عندي. F0 تساوي سالب 2 ضرب 0 تكعيب زائدا 4 على 3. لو ضربنا السالب 2 في الصفر، طبعا 0 تكعيب 0، سالب 2 ضرب 0 0، 0 زائد 4 4، 3 تنتقل مع 4، 4 تقسيم 3 يطلع معي الناتج تقريبا 1.5. إذن الحل الجبري عزز إجابتي من التقدير من التمثيل البياني. إذن الإجابة ستكون مقطع محور واي، قطعنا محور الواي عند 1.5. ننتقل لأعزائي الطلاب لمثال آخر، فكرة أخرى. يقول حدد
ما إذا كانت الدالة fx تساوي 2x تربيع ناقص 3x ناقص 1 متصلة عند الx يساوي 2. وبرر إجابتك باستعمال اختبار الاتصال، تحقق من شروط الاتصال الثلاثة. لما أبي أحدد إذا كانت الدالة هذه متصلة عند النقطة هذه، إذن أبي أشوف إذا الدالة متصلة، هل هي متصلة عند الx تساوي 2؟ لو لاحظنا في أول بداية الأمثلة أخذنا التمثيل البياني ووضعنا خط رأسي، وضعناه عند مثلا x تساوي 4 وجدناها قطعتها في نقطتين، وضعناها عند x يساوي 1 قطعتها في نقطة، إذن الدالة متصلة. نفس الكلام هنا، لكن هنا نبغى الحل يكون باستعمال اختبار الاتصال الثلاثة. يقول عندي الدالة ممثلة وجدت أنها وضعنا خط رأسي عند الx يساوي 2، هل هي متصلة؟ هل قطعنا الدالة في نقطة؟ هل قطعناها في نقطتين؟ يجب أن أعلم أن الاختبار الاتصال شروط الاتصال الثلاثة موجودة في يجب وضع الشروط الثلاثة. إذا طبقت الشروط الثلاثة هذه نستطيع أن نقول أن هذه الدالة متصلة. يعني هل أول شرط هل F2 موجودة؟ يسألني هل الـ F2 موجودة؟ الـ F2 أعوض مكان كل X بقيمة 2، واتينا للدالة وضعنا دال كل X باثنين يطلع معي الناتج كم؟ 1. إذا نعم موجودة، إذا نعم، إذا قلنا F2 وضعنا مكان كل X، ولا رجعنا مرة ثانية للمسألة وضعنا كل X بدال 2 بيطلع 2، 2 تربيع 2 هنا بيكون 2 في 2 تربيع، 2 تربيع بيطلع معي الناتج كم؟ 4، 2 في 4 صح 8، 3 في 2 6، 6 ناقص 1 5، 5 وهنا 8، 8 ناقص، إذا بيطلع معي الناتج 1 بالطريقة اللي شرحتها الآن. إذا F2 تساوي كم؟ 1، إذا موجودة، إذا F2 موجودة. الشرط الثاني يقول نهاية الدالة عندما الX تؤولي إلى 2 هل هي موجودة أم لا؟ لو عوضنا مكان الاكس باثنين هل نهاية الدالة موجودة؟ هل هي تنتهي الدالة؟ هل لها نهاية معينة؟ كيف أقدر أحدد إذا كان فعلا نهاية الدالة موجودة أو لا؟ يجب أن أكون جدول وأحدد الجدول وأضع القيم، بعدين أنظر إلى الجدول هل فعلا نهاية الدالة جالسة تقترب من نهاية الدالة اللي هي اثنين ولا ما جالسة تقترب منها؟ أحددها في الجدول، أضع قيم عندي هذه الاثنين، وضعت ثلاث قيم أعلى من اثنين، أضع ثلاث قيم أقل من الاثنين. واحد اللي يقول طيب يا أستاذ ممكن نأخذ قيم أكثر من كذا، 2.001 2.01 2.1 ما في مشكلة، خذ الأعداد اللي أنت ممكن تقدر تحسب فيها بسرعة. يعني الأعداد عندي هذه كل ما صغرت الأعداد وقربتها بيطلع معك الأعداد واضحة جدا والرسم واضح جدا وكل شيء بيكون بين، وكل ما كبرت الأعداد كل ما بتكبر معك الرسمة بيكون معك الحل أكثر بعد عن بعض. يعني نجي هنا نضع 2.001 وأعوض به في المسألة الأصل، أحسبها يطلع معي 1.005، أجي أعوض 2.01 أعوض به في الدالة الأم الرئيسية يطلع معي الناتج 1.05، أجي أعوض 2.1 في الدالة الرئيسية الأم يطلع معي 1.52، أرجع مرة ثانية للأعداد أقل من الاثنين 1.999 1.99 1.9. لو أخذت أعداد أكبر، يعني واحد يقول بأخذ أقل من اثنين بأخذ 1.0 ما في مشكلة، لكن بيطلع معك الرسم أكثر وغير واضح أكثر. كل ما أخذت أعداد أقرب البعض كل ما صارت الرسمة دقيقة جدا. عندي هنا لو أخذنا 1.99939 بيطلع معي الناتج 0.995. نعوض بالمسألة الثانية 1.99 في المسألة الرئيسية الأم بيطلع معي الناتج 0.95. لو عوضنا ب 1.9 في المسألة الرئيسية الأم بيطلع معي الناتج 0.52. إذا لاحظ معي أن الأعداد من هنا من اليمين جالسة هنا 0.52 0.95 0.995، إذا الأعداد جالسة من هنا وش قاعد يصير فيها؟ صح قاعدة تزيد. إذا الأعداد من اليسار إلى اليمين قاعدة تزيد الأعداد. طيب ونجي من اليسار نلاحظ هنا الأعداد 1.52 بعدها 1.5 أقل، نعم صحيح أقل، هنا اللي بعدها 1.005، إذا جالسة الأعداد كل مالها إيش؟ نعم صحيح جالسة تقل. إذا الأعداد جالسة من هنا بالنسبة لي هنا جالسة إيش؟ تقترب من هنا
جالسة تزيد، إذا الأعداد قاعدة إيش تقترب من النهاية هنا، اثنين لو عوضنا مكانها بيطلع معي الواحد، فعلا والله الرقم هنا قاعد يقترب للواحد، ومن هنا الأعداد فعلا قاعدة تقترب تقل تقل لين توصل واحد، ومن هنا قاعدة تزيد تزيد لين توصل واحد، إذا الدالة لها نهاية، عندما الإكس تساوي اثنين، عندما الإكس تؤول إلى اثنين، نعم نهاية الدالة بيكون عند الواحد. دالة جالسة تزيد من اليمين من اليسار وجالسة تقل من اليمين، إذا نهاية الدالة فعلا عندما الإكس تؤول إلى اثنين اللي هي واحد. الشرط الأخير يقول هل نهاية، نعم فعلا نفس ما قلنا قبل شيء في الجدول، نعم نهاية الدالة تقترب من واحد، أي أن نهاية الدالة fx هي الواحد. الشرط الأخير يقول هل نهاية الدالة اللي قبل شيء رسمناها في الجدول هل هي تساوي الشرط الأول اللي هو f عوضنا مكان الx باثنين؟ تذكر لو وضعنا مكان الx اثنين كم طلع معنا الناتج؟ نعم صح طلع معنا واحد. طيب نهاية الدالة، نهاية الدالة عندما الx تؤول إلى اثنين جالسين نشوفها في الجدول تقترب من إيش؟ صح من الواحد. إذا نهاية الدالة تقترب من الواحد وF2 تساوي واحد، إذا نهاية الدالة تساوي اللي هي نهاية الدالة لم نهاية الدالة عندما الإكس تساوي الاثنين تساوي الF2، إذا الدالة متصلة عند الإكس تساوي اثنين، إذا نهاية الدالة عندما الإكس تساوي الاثنين متصلة، يعني لو وضعنا خط رأسي عند الإكس تساوي اثنين نقطع الدالة في كم نقطة؟ نعم صح في نقطة واحدة. طيب نأخذ فكرة أخرى، مثال آخر نزيد معلوماتنا فيه، يقول حدد الأعداد الصحيحة المتتالية التي تنحصر بينها الأصفار الحقيقية للدالة. فهم السؤال نصف الإجابة. حدد الأعداد الصحيحة، أنا أعرف الأعداد الصحيحة؟ نعم أعرف الأعداد الصحيحة. وش الأعداد الصحيحة؟ الأعداد الصحيحة تكون 0 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية بالموجب، أيضا تكون من 0 إلى سالب 1 سالب 2 سالب 3 إلى ما لا نهاية بالسالب ما لا نهاية. لكن نأخذ أعداد صحيحة فقط 1 2 3 4، لا نأخذ 0 ربع ثلث، لا 1 2 3 بالسالب سالب 1 سالب 2 سالب 3، لا تقول سالب 1 ونص، لا ما تجي، لازم تكون 1 2 3 4. إذا هذه الأعداد الصحيحة، الأعداد الصحيحة المتتالية التي تنحصر بينها الأصفار الحقيقية، يعني حلول الدالة. كيف أصفار؟ معناها حلول حقيقية للدالة. يعطيني يقول اف اكس تساوي 8 اكس اس 3 ناقص 2 اكس ناقص 5 ناقص 1 في خلال فترة من سالب 5 إلى 5. أولا لازم أني أضع جدول، الجدول هذا إذا وضعته أضع قيمة البداية قيم اكس من عند السالب 5 اللي هي هذه، بدأنا من السالب 5 إلى نهاية الفترة عند الخمسة، نجي هنا عند نهاية الفترة عند الخمسة. كونت الجدول الآن من سالب 5 إلى 5، وضعت كل القيم الصحيحة، سالب 5 سالب 4 سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3 4 5. لاحظ أني وضعت أعداد صحيحة، بعدين أعوض بها في المسألة، أجي عند السالب 5 نعوض بها في المسألة، نأخذ السالب 5 كاملة نضعها هنا، سالب 5 سالب 5 سالب 5 سالب 5، تصير عندي اف اكس هنا بدلها سالب 5 سالب 5 اس 3 ضرب 8 سالب 5 تربيع ضرب 2 سالب 5 ضرب 5 ناقص 1، واشوف هل الناتج بيكون سالب 1026 بالسالب. خلينا نجرب اول وحده نحسبها بالآلة الحاسبه، أبدأ عندي الدالة أوجد 8 في سالب 5، سكر القوس تكعيب ناقص 2 إكس، نضع بدل مكان الإكس نحط مكان الإكس سالب 5، يكون عندي داخل القوس سالب 5 تربيع ناقص سالب ناقص 5 في إكس، نضع مكان الإكس سالب 5 ناقص 1 يساوي، إذن الناتج اللي طلع معي الآن سالب 1026.
لاحظ نفس الناتج اللي طلع معي الآن هنا. لو عوضنا الإكس بسالب 5 بيطلع معي سالب 1026. طيب لو عوضنا مكان الإكس بسالب 4 نفس الطريقة اللي عملناها في سالب 5 نسويها مع سالب 4، ونعوض مكان سالب 4 بسالب 525. نعوض هنا سالب 4 سالب 4 سالب 4، يطلع الناتج 525. أجي أعوض مكانها بسالب 3، أجي هنا أحط 8 في سالب 3 بيطلع معي سالب 3 تكعب، بيطلع هنا سالب 2 في سالب 3 تربيع ناقص 5 في سالب 2، وأبدأ أحسبها بيطلع معي الناتج كم؟ سالب 63. طيب نفس الكلام أحط 0 0 0 0 0 وأحسبها بيطلع معي الناتج سالب 1 هنا. نفس الكلام في الواحد، أحط الواحد هنا الواحد هنا والواحد هنا والواحد هنا، وأبدأ أحسبها الجدول كامل، بيحسب معي الواحد عنده بيطلع الناتج 0. لو رحنا اللي بعدها اثنين، لو وضعت هنا اثنين بيكون اثنين تكعيب، اثنين تربيع، خمسة في اثنين. نفس الكلام لو وضعناها الثلاثة بيطلع معي الناتج 182. نفس الكلام للأربعة لو وضعناها بيطلع معي 459. نفس الكلام لو وضعنا الخمسة بيطلع معي الناتج 924. طيب الآن أنا عرف طلع عندي أزواج مرتبة عبارة عن سالب 5 وسالب 1026، سالب 4 وسالب 525. هذه قيم X وهذه قيم FX. الـ FX تمثل إيش؟ Y، هي نفسها Y. إذن الآن عندي زوج مرتب، زوج مرتب، زوج مرتب، زوج مرتب، زوج مرتب. أقدر أرسم تمثيل بياني له؟ نعم أقدر أرسم تمثيل بياني له. لو رسمناه نرسمه بالتمثيل البياني كم هو موضح. عندي كل نقطة أحددها سالب 5 وسالب 26، أجل سالب 5 وسالب 26، 1026 أرسمها. بعد ما أرسمها يقول لي يتضح من الرسم وجود صفرين حقيقيين. وين قطعنا؟ اللي هي مقطع المحور أو الإكس والواي. يكون عندي عددين حقيقيين عند الصفر وسالب 1 وعند الإكس تساوي 1، إذا قطعناها هنا ويكون هنا. لاحظ أن احنا قطعناها في أعداد صحيحة، أنا أتكلم عن الأعداد الصحيحة. إذا حلول الدالة ستكون عند الإكس يساوي 1، عند الإكس عند الواي تساوي سالب، عند الصفر والسالب 1 وعند الواحد. مثال آخر أعزائي الطلاب والطالبات ثالث ثانوي، يقول أعزائي استعمل التمثيل البياني التالي لتقدير الفترات التي تكون فيها الدالة متزايدة ومتناقصة أو ثابتة مقربة إلى أقرب نصف وحدة. من التمثيل البياني الذي يظهر أمامي، إذا أبي أعرف أنك إذا كانت الدالة متزايدة أو متناقصة لازم أبدأ من اليسار إلى اليمين. لو لاحظنا التمثيل هذا بتكون الدالة من هنا متناقصة إلى أن نوصل عند الرقم تقريبا 2، بعدين بتكون إلى هنا متزايدة إلى ما لا نهاية. إذن يقول لك يبين التمثيل البياني أن الدالة متناقصة في الفترة من سالب ما لا نهاية إلى قيمة 2، وبعدين من 2 بتكون متزايدة من 2 إلى ما لا نهاية بالموجب. إذن الدالة متناقصة متزايدة، عندي فترتين متناقصة ومتزايدة، من سالب ما لا نهاية إلى 2 متناقصة، ومن 2 إلى موجب ما لا نهاية متزايدة من اليسار إلى اليمين. طيب لو نبغى نتحقق من الحل هذا أو نبغى نختبر الحل الآن اللي موجود عندي أمامي، التمثيل البياني هذا نبغى ناخذه بالفترة من 2 إلى ما لا نهاية، بتكون هنا احنا قلنا إيش؟ متزايدة. نبغى نتحقق من الحل نفسه، ناخذ أعداد في القيم هذه يكون أعلى من 2، ناخذ 2 والأربعة والستة والثمانية والعشرة والاثناش. لو أخذت أعداد أخرى نفس النتيجة اللي سنصل لها ستصل لها أنت، لكن بمختلف الأرقام. أخذنا 2 عوضناها بدالها بقيمتها، يصير هنا 2 تربيع، هنا 8 في 2 زائد 5، يعني نجي هنا 2 ونقول 2 ضرب 2 تربيع، 2 تربيع 4، 4 ضرب 2 8. طب أجي هنا 8 في 2 8 في 2 16، 16 و 8 8 زائد 5 بيطلع معي الناتج سالب 3. لو عوضت بمكان الإكس بأربعة حطيت أربعة هنا وأربعة هنا الناتج بيطلع معي كم؟ 5. لو عوضت مكان الستة بيطلع معي هنا ستة ستة بيطلع معي الناتج 29. لو عوضت مكان الثمانية
8 8 بيطلع مع الناتج 8 69. لو عوضت مكان العشرة أجي هنا 10 10 بيطلع مع الناتج 125. لو عوضت مكان 12 بيطلع هنا 12 12 بيطلع مع الناتج 197. طيب الآن لاحظ الأرقام اللي قدامك: -3 5 29 69 125 197. لو زودنا الأعداد إيش بيصير؟ جالس الأعداد هنا شو تصير؟ صح جالس تزيد. إذن الأعداد -3 5 29 69 125 197. إذن الأعداد جالس تزيد. إذن في خلال الفترة هذه من 2 إلى ما لا نهاية نفس ما قلنا إحنا هنا بتكون إيش؟ متزايدة. ليش؟ الأعداد قاعدة تزيد معي. إذن إيش؟ الدالة من اليمين إلى اليسار من الفترة هذه جالسة إيش؟ تزيد من التمثيل البياني وأيضا من الجدول، أثبتناها جبريا من الجدول. طيب في خلال الفترة الثانية اللي هي من سالب ما لا نهاية إلى 2 إحنا قلنا إيش؟ قلنا متناقصة. خلنا ناخذ أرقام أقل من 2 وإلى سالب ما لا نهاية، أي أعداد ممكن تأخذها. طيب هذه سالب 2، هذه 2 أخذناها، أخذنا 0 سالب 2 سالب 4 سالب 6 سالب 8. نبدأ نحسب الدالة عند 2 يطلع معي سالب 3، نبدأ نحسب الدالة عند 0 يطلع معي الناتج 5. كيف؟ أعوض مكان الصفر هنا، 0 0 بيطلع معي الناتج 5. طيب أجي هنا سالب 2 أعوض مكانها بيطلع معي 29. أعوض مكان الإكس بسالب 4 بيطلع الناتج سالب 69. أعوض مكان الإكس بسالب 6 بيطلع الناتج 125. لو عوضت مكان الإكس بسالب 8 بيطلع معي الناتج 197. إذا لاحظ الأعداد إيش قاعد فيها، إيش قاعد يصير من هنا؟ جالسين نمشي من 97 125 69 29 5 سالب 3. الأعداد إيش يصير فيها؟ نعم صح جالسة إيش؟ تقل. إذا الدالة من هنا بتعتبر إيش؟ متناقصة. إذا فعلا الدالة من سالب 2 إلى من سالب ما لا نهاية إلى 2 تعتبر إيش؟ متناقصة. إذن أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب والطالبات، لننتقل معكم لفاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لنستكمل هذه الحلقة. طرق الاستذكار الفعالة. معظم المشكلات التي يعاني منها الطلاب في التعليم ترجع إلى جهلهم بطرق الاستذكار الجيد واستخدام عادات استذكار سيئة. وإليكم بعض القواعد العامة للاستذكار الفعال. قم بتنظيم أوقات الاستذكار واختر المناسب منها لكل مادة. اختر الأماكن الهادئة والمعدة للاستذكار. عند المذاكرة اقرأ الموضوع قراءة عامة، وضع خطا تحت الفقرات المهمة. اختبر نفسك في الموضوع الذي قرأت فيه لتتأكد من مدى فهمك. المواد التي تحتاج إلى حفظ اختر لها الأوقات المناسبة. أعطي وقتا أكثر للدروس التي ترى أنها صعبة بالنسبة لك. إذا شعرت بالنوم أو الملل فلا تقاوم، بل الجأ إلى الراحة. لا تذاكر المواد المتشابهة مع بعضها، بل ضع فاصلا بينها ولتكن مادة أخرى. تذكر أن السهر الكثير متعب لك ولصحتك ويؤثر على الفهم والاستيعاب. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أبناؤنا وبناتنا المجدين المجتهدين، لنستكمل ما بدأنا به في هذه الحلقة من برنامج 100 على 100، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي في مادة الرياضيات. نعود مرة أخرى لنبدأ ما توقفنا معه من أسئلة ومكامن الأفكار في المنهج. بسم الله على بركة الله، نبدأ. أول مثال يقول: أوجد متوسط معدل التغير للدالة f(x) تساوي x تكعيب
ناقصا 2 اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 2 خلال الفتره من 2 الى 3. متوسط معدل التغير قانون. اذا وجدت القانون وجدت الحلول. احتاج في القانون اكس 1 ايضا احتاج اكس 2 وهو معطى خلال الفتره المعطاه الموجوده الان امامي 2 و3 يعبر 2 بالنسبه لي للاكس اكس بالنسبه لل2 اكس 1 والثلاثة اكس 2 اذا اكس 1 2 واكس 3 اكس 2 3. احتاج القانون. القانون يقول اكس اف اكس 2 ناقص اف اكس 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. اعيد مره اخرى قانون متوسط معدل التغير اف اكس 2 ناقص اف اكس 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. ابدا مع القانون اف اكس 2 ناقص اف اكس 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. اذا هذا قانون متوسط معدل التغير. قانون معدل التغير. إذا قانون متوسط معدل التغير اف اكس 2 ناقص اف اكس 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. نعوض مكان الاكس 2 بقيمتها 3، نعوض مكان الاكس 1 بقيمتها 2، نعوض مكان الاكس 2 3 واكس 1 2. لنعبر بالاف 3 في الدالة التي أمامي. أبدأ بالاف 3، اف 3 أجي أحط مكان الاكس بقيمتها 3، تصبح عندي هنا اكس 3 هي 3 تكعيب ناقص 2 في 3 تربيع زائد 3 في 2 3 زائد 2. تصبح هنا المعادلة كاملة هذه اف 3 أوجدناها بمعادلة كاملة هذه أوجدناها. آسف عذرا، تصبح الدالة هذه كاملة اف اكس 3 هذه كاملة. عوضنا مكان كل اكس بقيمتها 3 ناقص، بعدين نوجد اف 2. اف 2 الآن موجودة عندي، نعوض مكان كل x أمامي بx نعوض مكانها 2 لتصبح الدالة كاملة بهذه الطريقة. آخر واحدة اللي هو المقام يصبح 3 ناقص 2 الناتج 1. أبدأ أحسب حسبة حسابية رياضية عادية، 3 تكعيب ناقص 2 في 3 تربيع ناقص 3 في 3 زائدا 2 ناقص 2 تكعيب زائد 2 في 2 تربيع زائد 3 في 2 ناقص 2. بالآلة الحاسبة الناتج بيطلع معي 6. المقام 1، 6 على 1 6، تقسيم 1 يطلع الناتج 6. إذا متوسط معدل التغير يصبح الناتج عندي 6. ناخذ مثال آخر، فكرة أخرى، طريقة أخرى. يعطيني الدالة اف اكس، هذا اف اكس، يعطيني الدالة جي اكس، هذه الدالة جي اكس، يعطيني الدالة اتش اكس، هذه الدالة اتش اكس. اف اكس جي اكس اتش اكس، اوجد كل من الدوال الاتية. يعطيني الدالة اف زائدا جي، يعطيني ايضا اف ناقصا اتش، ايضا اف ضرب اتش، ايضا اف تقسيم جي. ناخذها فقرة الاولى، اف زائدا جي، اف زائدا جي، ندخل الاكس، نبدا ندخل الاكس على المعادله لتصبح الاكس مع الاف والاكس مع الجي. اذا دخلنا الاكس على الاف تصبح اف اكس، هذه اف اكس. اذا دخلنا الاكس على الجي تصبح جي اكس بالطريقه هذه، لتصبح معادله داله اف اكس زائدا داله جي اكس. نعوض مكان الجي اكس والاف اكس بكل قيمه من الدوال المعطاه في المثال سابقا لتصبح اف اكس اللي هي عباره عن هذا اف اكس كما اعطاني اياها في المثال، اكس تربيع زائدا 4 اكس وزائد زائدا الداله الثانيه اللي هي جي اكس كما هو اعطاني اياها في المثال جذر اكس زائدا 2. نبدا نفك الاقواس ونبسطها. عندي الداله اف ناقص، أوجد F ناقص H.
أبدأ بنفس الطريقة، أدخل الـ X مرة مع الـ H وأدخل الـ X مرة مع الـ F لتصبح عندي FX ناقص HX، وأعوض مكانها بقيمتها، قيمة FX وقيمة GX بالطريقة هذه، وأبدأ أبسطها بالطريقة هذه لتصبح دالة X تربيع زائدا 4X ناقصا 3 X زائدا 5. إذا عوضناها لاحظ عندي هنا 3X بالسالب و 4X بالموجب، يعني كأنه يقول 4X ناقص 3X يبقى عندي X 1، هذا X تربيع زائدا X زائدا 5. الفقرة الضرب H ضرب F، أبدأ أدخل H مرة مع H ومرة مع ال F لتصبح FX ضرب GHX، قيمة ال FX أعوض بها مكانها وقيمة ال H أعوض بها مكانها لتصبح بالطريقة هذه ضرب، وأبدأ أفك الأقواس بالطريقة هذه. لو أبدأ بفك الأقواس أضرب الحد الأول في الأول والحد الأول في الثاني، وبعدين أخذ الحد الثاني هذا في الأول والحد الثاني في الثاني، ضرب عادي طريقة فك الأقواس، وبيطلع معي الناتج بالطريقة هذه. لو ببسطها سالب 5 إكس تربيع وهنا موجب 12 إكس تربيع، بيطلع الناتج 7 إكس تربيع 3 إكس زائد 7 إكس تربيع ناقصا 20 إكس. نفس الكلام للقسمة، أبدأ أدخل الإكس على المعادلة مرة مع الإف ومرة مع الـ H، تصبح عندي HX تقسيم FX، أعوض مكان الـ HX قيمتها أو في المعادلة الأصلية، والـ FX مكانها بالمعادلة بالقيمة المعطاها في السؤال. نأخذ فكرة أخرى، سؤال آخر عزيزي الطالب، يقول إذا كانت JX تساوي X ناقص 4، هذه المعادلة JX، ويعطيني ايضا اف اكس اللي هي اكس تربيع زائدا 1، يطلب مني اوجد ايش؟ اوجد اف في جي في اكس، طريقه تركيب داله على داله، هنا احتاج ايش؟ اركب داله جوا داله. اذا اول شيء لازم اسويه اني اضرب ادخل اركب الداله على الداله، من تعريف تركيب الدوال على بعض اقدر اني ادخل الاكس لتصبح داله داخل الاف، يعني يصير اف في جي اكس، وعامل الجي اكس كانها معامله اكس جوا الداله اف، لتصبح جي اكس قيمتها كم؟ قيمه الاف اكس، جي اكس قيمتها اكس ناقص 4، اذا اصبحت الاف اكس ناقص 4، يعني كاني اقول له اف اكس. هذه نفس الكلام، لكن هنا بدل الاكس بقول اكس ناقص 4 اللي هي قيمه ايش؟ قيمه الجي اكس، لهذه قيمة الجي اكس. أبدأ الآن أعوض الدالة داخل الدالة بتصبح اف اكس، أعوض بها مكانها بتصبح كأنها اكس ناقص 4 تربيع زائدا 1، عوضنا مكان الاكس ناقص 4 بدلا من الاكس في الدالة الرئيسية الأم في السؤال. لو بسطناها بتصبح معي اكس تربيع ناقص 8 اكس زائد 16 زائدا 1، أبدأ هنا عندي 16 زائد 1 تصبح 17. سؤال آخر، فكرة أخرى عزيز الطالب، عزيز الطالبة، أوجد الدالة العكسية F أس سالب 1. الدالة العكسية للدالة F تصبح إيش؟ F أس سالب 1، يعني الدالة المعاكسة لها أو الدالة العكسية لها أو العلاقة العكسية للدالة، إن أمكن وإذا لم يكن ذلك ممكن فاكتب غير موجودة. يعطيني الدالة FX سالب 16 زائدا X تكعيب، أوجد الدالة العكسية لها. إذا أوجد الدالة العكسية لأي علاقة يجب أني إيش؟ أبدل الـ X والـ Y. لو قلت لك أوجد الزوج المرتب A B الـ X A والـ Y B، أوجد العلاقة العكسية لها، وش بتسوي؟ على طول بتقلب الـ X والـ Y بتصبح إيش؟ B A. إذا العلاقة العكسية الزوج المرتب للـ A B الزوج المرتب له المعاكس B A، هنا اضطر اني اعكس ايش؟ بتصير ايش؟ العكس بين الاكس والواي في الداله. اذا اول شيء اروح اعوض مكان الاف اكس بقيمتها، هذه الاف اكس حط بدالها واي، اف اكس هي نفسها واي، حط واي تساوي سالب 16 زائدا اكس تربيع. هنا هذه المساله الرئيسيه الام او الداله الرئيسيه، اعوض مكان الواي بالاف اكس، مكان الواي حطينا مكان الاف اكس هنا
حطيت مكانها قيمتها الواي. بعدين بدينا نغير، نبدل الاكس مع الواي. اي قيمة اكس ابدا اشيل الاكس، الواي ادخلها داخل وابدا اطلع الواي الاكس برا. يصير عندي اكس يساوي سالب 16 واي تكعيب، بدل ما كانت واي تساوي سالب 16 اكس تكعيب. الان انا ابدا ابدل بين الاكس والواي لتصبح اكس تساوي سالب 16 زائدا واي تربيع. الان عندي الواي تكعيب هذا، ابدا اطلعها الجهه الثانيه، ابدا اطلع سالب 16 هذه اوديها عند الاكس، تصير اكس زائدا بدل ما هي سالب 16 تصير موجب 16. سالب 16 اوديها الجهه الثانيه تصير موجب 16، اكس زائدا موجب 16. الان الواي تكعيب تساوي اكس زائدا موجب 16. طيب كيف اتخلص من التكعيب هذه؟ ابدا احط الجذر التكعيبي على الاكس زائدا 16، وهنا جذر التكعيبي يروح مع التكعيب، اذا تصير عندي هنا واي تساوي الجذر التكعيبي اكس زائدا 16. اذا الداله العكسيه اعوض مكان الواي قيمه الداله العكسيه اف والسالب 1. اذا ليش الداله العكسيه وش تساوي؟ الداله العكسيه تساوي اف والسالب 1 جذر الثالث للاكس زائدا 16. اذا الداله العكسيه للاف اكس سالب 16 زائدا اكس تكعيب تساوي الجذر الثالث اكس زائدا 16. مثال اخر عزيزي الطالب، عزيزي الطالبه، فكره جديده ناخذ. يقول حدد انواع الاتصال لكل داله فيما يلي. عندما تكون الداله معرفه، عندما تكون الداله معرفه وتكون نهاية الدالة موجودة، عندما تكون الدالة معرفة ونهاية الدالة موجودة ونهاية الدالة تساوي الاف سي، يعني إذا كان الدالة معرفة عند الاف سي، مثلا نفترض أن الاف سي واحد، يعني الدالة معرفة عند تعريف الدالة تساوي واحد ونهاية الدالة تساوي واحد، يعني معرفة تساوي واحد ونهايتها واحد، يعني معروف النهاية ومعروفة اللي هي المعرفة عند الاف سي. إذا نقول هنا إيش؟ إنها دالة متصلة، معرفة ولها نهاية ومتساوية، معرفة ولها نهاية ومتساوية، إذا نقول إيش؟ متصلة. لو كانت عندما تكون الدالة معرفة ونهاية الدالة موجودة لكنها لا ليست متساوية، لاحظ الأولى معرفة ولها نهاية ومتساوية، إذا إيش؟ متصلة. اللي بعدها بتكون معرفة ونهايتها موجودة ولكن ليست متساوية. هنا نقول ايش؟ هنا اتصال، عدم اتصال نقطي، عدم اتصال نقطي. الفقرة اللي بعدها عندما تكون الدالة معرفة ونهاية الدالة غير موجودة، عندما تكون معرفة ونهاية الدالة غير موجودة، هنا نقول ايش؟ عدم اتصال فقري. عندما تكون الدالة غير معرفة ونهاية الدالة موجودة، عندما تكون العكس غير معرفة ولكن النهاية موجودة، هنا نقول عدم اتصال نقطي. آخر فقرة يقول لك عندما تكون الدالة غير معرفة والنهاية غير موجودة، يعني لا ما ليست معرفة وليست لها نهاية، إذا نقول هنا إيش؟ عدم اتصال لا نهائي. إذا أنواع الاتصال إما تكون متصلة، عدم اتصال نقطي، عدم اتصال فقري، عدم اتصال نقطي، عدم اتصال لا نهائي. ركز، معرفة لها نهاية. سؤال آخر وفكرة أخرى قد ترد لي كثيرا جدا في أسئلة الاختبارات. ضع صح أو علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. تسمى الدوال المتماثلة حول محور واي الدوال الزوجية. صح، تعتبر تسمى الدوال المتماثلة حول محور واي الدوال الزوجية. صح، إذا الدوال المتماثلة حول محور واي هي دوال زوجية، والدوال المتماثلة الفقرة الثانية تسمى الدوال المتماثلة عند نقطة الأصل هي دوال فردية. إذا هذه أيضا صح. إذا أفرق الدوال المتماثلة حول محور واي دوال زوجية، الدوال المتماثلة حول نقطة الأصل تسمى دوال فردية. يقول في العلاقة العكسية إذا وفقط إذا كان الزوج المرتب A و B موجود في العلاقة الأخرى أو العلاقتين، يجب أن يكون BA موجود في العلاقة الأخرى.
يعني عندي الآن علاقتين، زوج مرتب في العلاقة الأولى A B، العلاقة الثانية المقابلة أو الجهة المقابلة فيها B A، هذه تعتبر علاقة عكسية. يقول عندي علاقتين، علاقة A عكسية لB، هنا في الزوج الأول في زوج A B، العلاقة الثانية يجب أن تكون فيها إيش؟ B A، صح ولا خطأ؟ نعم صح. إذن إيش؟ يجب أن تكون في أي علاقة A B العلاقة العكسية لها يجب أن تكون موجودة فيها إيش؟ B A. إلى هنا أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب والطالبات، نكون قد اقتربنا من الجزء الأخير من هذه الحلقة والمخصص لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، وليتسنى لنا أن نجيب عليها عن طريق هاشتاغ البرنامج 100 على 100. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، أخواني الطلاب والطالبات. نحييكم مرة أخرى في الجزء الأخير من هذه الحلقة لمادة الرياضيات لبرنامج 100 على 100. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها في هذا الجزء من الحلقة عن طريق هاشتاغ البرنامج 100 على 100. نبدأ مع أسئلة المتابعين على بركة الله، ونشكر لكم في البداية تفاعلكم، ونشكر لكم أسئلتكم واستفساراتكم الذي إن شاء الله سنحاول أننا نجيب عليها قدر المستطاع. أحد المشاهدين يسأل يقول يا ليت تشرح لنا أنواع الاتصال. الاتصال عند الدالة يكون أما أن تكون الدالة معرفة عند اف سي أو تكون الدالة غير معرفة عند الاف سي. إذا كانت الدالة معرفة إما أن تكون لها نهاية أو لا تكون لها نهاية. إذا كانت الدالة لها نهاية، إذا كانت الدالة معرفة وكانت لها نهاية وكان الجواب المعطى، الجواب المعطى عندي المعرفة عند مثلا لو قلنا أن الدالة معرفة اف سي عند الواحد والنهاية نهاية الدالة تنتهي عند الواحد، إذن الدالة لها نهاية، لا معرفة ولها نهاية، إذن تكون الدالة هنا متصلة إذا تساوى التعريف والاتصال. لكن إذا كانت الدالة معرفة لا ولها نهاية ولكن كان رقم واحد لا يساوي رقم اثنين، هنا نقول أن الدالة غير متصلة، اتصال عدم اتصال نقطي. لكن لو كانت الدالة معرفة، ممتاز، وكانت الدالة ليس لها نهاية، هنا نقول أنها عدم اتصال فقري. لكن لو كانت الدالة غير معرفة، لو كانت الدالة غير معرفة إما أن تكون لها نهاية أو تكون ليس لها نهاية. لو كانت الدالة لها نهاية نقول هنا عدم اتصال نقطي. لكن إذا كانت الدالة غير معرفة وليس لها نهاية هنا نقول عدم اتصال لا نهائي عند الدالة. نأخذ سؤال آخر يقول أنا أقصد كيف جات الـ fx. عزيزي الطالب الـ fx هي معطاة في المسألة، أنا أأتي بالـ fx الدالة المعطاة في المسألة وأعوض بالقيم التي في الجدول من الـ fx المعطى في المسألة. fx مثال أعطاني fx تساوي x تربيع زائدا واحد، حطيت الجدول أبعوض بالقيم اللي حطيتها قيم x، أخذ أول قيمة مثلا لنفترض واحد أبدأ وأعوضها واحد تربيع زائدا واحد، أخذ قيمة ثانية اثنين أخذ اثنين وأبدأ أحطها مكان الـ x تصبح اثنين تربيع زائدا واحد، أبدأ أخذ القيمة الثانية ثلاثة أبدأ أخذ ثلاثة تربيع زائدا واحد، أبدأ أخذ قيمة أخرى أربعة تصبح أربعة زائد واحد أربعة تربيع زائد وأبدأ أعوض بالقيم نفسها تحت القيم
التي أنا وضعتها للإكس. أتمنى أني فهمت سؤالك وأوصلت لك الفكرة التي تريد. سؤال آخر يقول: كيف أعرف رموز الفترة؟ الفترة تعتمد على المتباينة. إذا كانت المتباينة متباينة الإكس أكبر أو أصغر أو يساوي، عندي إذا كان جهة العلامة الأكبر أو أصغر، إذا كانت مفتوحة لليسار أو اليمين، إذا قلنا مثلا إكس أكبر من الواحد، معناتها هنا الآن الإكس أكبر من الواحد، ممكن تكون الإكس 2 3 4 5 6، إذن الإكس مستحيل تساوي الواحد. ليش؟ لأن الإكس أكبر من الواحد، إذن سيكون هنا قوس مغلق من جهة الواحد وقوس مفتوح من جهة أعداد ما لا نهائية من الأعداد. أنا أفتح القوس أتركه مفتوح لأني أنا ما أعلم كم العدد النهائي، لكن لو جاني X أكبر أو يساوي واحد، هنا ممكن قيم الX ممكن أقول واحد، ممكن أقول اثنين، ممكن أقول ثلاثة، ممكن أقول أربعة، إذن بتكون قيم الX من واحد إلى ما لا نهاية بالموجب، إذن بتكون قوس الفترة من جهة الواحد مفتوح ومن جهة الما لا نهاية أيضا مفتوح. أتمنى أنها وصلت أكثر الفكرة. معلومة: دائما الما لا نهاية تعتبر قوس مفتوح. ربما بعض الأسئلة يقول: طيب لو أتاني مثلا من جهة الما لا نهاية يساوي، مستحيل لا تأتي يساوي من جهة الما لا نهاية، لأن الما لا نهاية ما لها عدد محدد. ممكن أقول لك هذا العدد هو نهاية الأعداد، الما لا نهاية دائما ليست لها نهاية. سؤال آخر يقول: ممكن تشرح الأعداد الحقيقية؟ الأعداد الحقيقية تجزأ جزئين، جزئين رئيسيين: أعداد نسبية، أعداد غير نسبية. أعداد الغير نسبية أعداد غير محددة، غير واضحة، ربما تأتيك بعض الأحيان لو نكتب بالآلة الحاسبة معادلة يطلع معي الناتج 7.89110 5 6 إلى ما لا نهاية من الأعداد، هنا نعتبر إيش؟ يعتبر عدد غير نسبي. مثل لو جربنا ناخذ جذر 3، الآن معك الآلة الحاسبة عزيزي، استعمل الآلة الحاسبة أوجد جذر 3، بيطلع معك كم الناتج؟ هذا الناتج يعتبر عدد غير نسبي. ليش؟ لأن عدد غير منتهي. إذن الأعداد الغير نسبية نرمز لها بالرمز I، تعتبر أعداد غير نسبية. الأعداد الحقيقية الأعداد الأم تنقسم قسمين: أعداد غير نسبية، أعداد نسبية. الأعداد النسبية أيضا تتجزأ، الأعداد النسبية لا الأعداد الغير نسبية لا تتجزأ، النسبية تتجزأ، يخرج منها الأعداد الصحيحة، يخرج من الأعداد الصحيحة أعداد كلية، يخرج من الأعداد الكلية أعداد طبيعية. الأعداد النسبية تضم جميع الأعداد: موجب، سالب، صفر، كسر، ربع، نص، أي عدد يعتبر عدد نسبي لكن عدد محدد. يعني أقول لك 7.5 7.6 7.8 4 إلى 5 أعداد، أعداد محددة. لكن أيضا الأعداد الدورية 7.62 62 62، هذا يعتبر عدد دوري، أيضا يعتبر عدد نسبي. لكن الأعداد الصحيحة وهي جزء من الأعداد النسبية، الأعداد الصحيحة تعتبر الصفر والموجب والسالب لكن بدون أنصاص ولا أرباع، إذن من اسمها أعداد صحيحة، 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. أيضا 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 إلى ما لا نهاية. نأتي للأعداد اللي بعدها، الأعداد الصحيحة يأتي منها أعداد كلية. الأعداد الكلية عزيزي الطالب عزيزي الطالبة، الأعداد الكلية تكون 0 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. إذن لا نأخذ السالب، لا نأخذ الأصفار، لا نأخذ، إذن نقول الأعداد الصحيحة تكون سالب صفر موجب، الأعداد الكلية صفر والموجب، نبعد أو نستبعد السالب. الأعداد الأخيرة اللي قلنا الأعداد الطبيعية، الأعداد الطبيعية هي الأعداد الموجبة الصحيحة، يعني أعداد موجبة صحيحة، يعني أجي أقول 1 2 3 4 5 6 إلى ما لا نهاية من الأعداد. أتمنى أني قدرت أوصل الفكرة.
لصاحب السؤال. إلى هنا أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب والطالبات، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونعتذر لمن لم يسعفنا الوقت للإجابة عن سؤاله، ونعيدكم بإذن الله بالإجابة على جميع أسئلتكم في الحلقة القادمة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في الطرح وأفدناكم. نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.